السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ شلونكم؟ طيبين؟ معكم فايز، جايب لكم اليوم تجربة لعبة عجيبة وغريبة بنفس الوقت، اسمها سي اوف كرافت. بس قبل أن نبدأ يا شباب، لا تسون اللايك والاشتراك، من اللايك، وخلونا بسم الله نبدأ. فايز، ايش اللعبة هذه الغريبة العجيبة؟ لعبة سي اوف كرافت عبارة عن انت عندك سفينة او عندك قطعة خشبية مربعة، تحاول تصنع سفينة او تسوي سفينة، وكل ما كبرت سفينتك كل ما صار مثلا التحديات اصعب. اول شيء سباق، بعدين بيكون في قتال، تركب مدافع، تركب صواريخ، تصير غواصة، فتحاول تعدل على السفينة. فكرة اللعبة مرة حلوة، لكن عيب اللعبة شيء واحد اللي هو الجرافيكس. فلا كثر كلام وخلونا نشوف اللعبة، خلونا نشوفها ونحكم بعدين. انا لعبت شوي عشان كذا اقول لكم، لعبت توتوريال، سحبت عليه، لعبت نص سحبت عليه، ووصلت هنا 6%. فخلونا نشوفها مع بعض. طيب، اللعبة عبارة عن 3 مراحل، تخلص كل مرحلة، يعني كل مرحلة، لا دقيقة، اللعبة عبارة عن 4 مراحل، بس كل مرحلة فيها أكثر من تحدي، أوكي؟ خلينا نبدأ، يا خلونا نبدأ من جديد عشان أعطيكم فكرة اللعبة. خلونا نروح انتر. طيب، أول شيء، أوكي، ما عليكم من الشكل هذا، هذا اللي أنا سويت، مرة خايس، مرة خايس. معك 30 ثانية إنك تسوي السفينة وتوصل خط النهاية اللي هنا، تشوفونه واضح. الشكل هذا أسحبوا عليه، كنت أجرب، فالشكل مرة خايس. فخلونا نشيل كل شيء ونبدأ من جديد. أوكي، أول ما تبدأ بيكون عندك، لحظة، في الشمعة هذه، شيلها. بتكون سفينة زي كذا، بس المقصورة حقت القبطان اللي يسوق فيها بس. وعندك هنا عندك تبني أشياء، أوكي، لكن كل ما تقدمت يفتح لك أشياء توقع ثانية. طيب، أول شيء كذا ما ينفع سفينة، راح تغرق، يعني مثلا لو نضغط سبيس بس راح يحسب الوقت، صح؟ يا طيب، خلونا نركب اللي أنا سويت عشان ما تغرق السفينة. نحط لا مو هذا، صح هذا، إياه، نحط دافع تحت أو حامي تحت. بصراحة ما راح أسويها زي اللي أنا سويت مرة كبيرة، فخلونا نحطها مثلا متوسطة، أوكي، يعني بتكون سفينة كذا. يا حط كذا، هلا خليها مربعة، يا خلونا نجرب خليها مربعة. لا بصراحة تصير بطيئة، صح 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 صح، لا 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 لا، نبغاها أبغى أخليها كذا مؤقتا، أوكي؟ بس كذا راح تغرق السفينة، فلازم تحط البراميل هذه اللي تيجي على جنب. هل يحطونها تحت ولا فوق؟ وات؟ نسيت بصراحة، أتوقع تحت. فايز فوق، لا تحت، نسيت. طيب، راح نجرب، إذا غرقت معناته فوق. حط برضو بالجهة هذه، هنا وهنا، وآخر واحد هنا، حلو. الحين السفينة ما راح تغرق، بس ما راح تمشي، ليش؟ لأن ما فيها محرك. فخلونا نحط محرك، لا ممكن تنزل تحت. خلونا نحط مثلا أكثر من واحد، نحط مثلا واحد هنا، 2 3 4 5، ديني احط اكثر. يا خلونا نحط، انا ما حطيت قبل اكثر، بس بجرب الحين معكم بحط اكثر. اخي صوت الموسيقى مره عالي، دقيقه. كيف اكنسله؟ يا كذا افضل الموسيقى. طيب، كذا سفينتنا جاهزه، يمديك تحط اشكال، بس ترى كل شكل احتمال يسبب ثقل على السفينه. خلينا نحط هذا، هذا ما يسبب ثقل ان شاء الله، بس كذا منظر مقدمة السفينة. هذول طلعات من كذا، مو مشكلة. طيب، إذا خلصنا نضغط سبيس ويبدأ الوقت، وتحاول تدعس بسفينتك. يا أسرع، أسرع من سفينتي اللي قبل مراحل. أوكي، المحركات اللي فوق ما يجيهن، ما يشتغلن. حلو، خلصنا المرحلة الأولى ب 11 ثانية فاصلة 5. سلامات، خلصها بصفر صفر. طيب، نيكست، الحين المرحلة الثانية اللي بعدها.
المرحلة اللي بعدها افتحوا لنا الشيء اللي هو يخليك تلف يمين يسار، هذا فهذا المفروض يكون بالنص، معناته هذه راح نشيل المحرك هذا ونحط هذه بداله، صح؟ ممكن تجي، لازم هذا برضه ينشال، دقيقة اتوقع لازم هذا ينشال. وات، ما كان كذا يركب قبل؟ او تحت، دقيقة، او يكون تحت. الله فايز، كيف ركبته قبل؟ من جد نسيت. يكون تحت كذا، اوكي يركب تحت، مو بالنص لكن ما يضر ان شاء الله، ان شاء الله ما يضر. يمدينا الحين نركب محرك هنا، يا ركب. في شيء ثاني نضيفه؟ ما اتوقع في شيء. خلنا نضيف، انا حبيت هذه بصراحة، فخلنا نضيفها هنا، هذا القبطان حقنا. اوكي يا هذا القبطان، ليتس جو. الحين بسرعة ننطلق، معنا وقت فوق دقيقتين تقريبا. شت، ما تلف السفينة. شت، لا 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 لا، ارجع ارجع ارجع، ما تلف، مكانه خطأ، او هذا اللي مخرب عليها. خلنا نشوف، خلنا نشوف. اوكي صارت عكس، يا مركبة خطأ. شيل شيل. وين راح؟ هنا. كيف الركبة صح؟ هل يركب هنا؟ لا، هو يركب تحت مكانه يعني صح قبل شوي، بس يبيلي اغيره او احط اثنين، ما ادري والله، انا ما ادري السفن الصحيح في اثنين او واحد. دقيقة بشيل هذا، عطني واحد. طيب كذا، هل المفروض كذا صح؟ خلينا نجرب. صح، بس يمين يسار يسار يمين صار، ليش ما ادري. هل يمدينا نغيره مني؟ ليفت رايت، صح، لا حط هنا، اوكي كذا صح. رايت اند ليفت، ان شاء الله كذا صح. خلينا نشوف، يا كذا صح، بس السفينة مرة ما تلف. شت، فايز كيف فزت؟ صراحة ما ادري، اركب ثاني. المشكلة ما يجي، طيب لو اشيل، دقيقة بسوي شيء. طيب كذا مفروض صح. زودت خشب، حطيت هذه اللي تجي صفيحة كذا، حطيت ثلاث زي ما تشوفون، حطيت المراوح، بسم الله. اوكي اوكي تلف صح، حلو. اوكي لكن احس ان المحرك، لا لا حتى المحرك تمام، لكنه صح بطيء لكن تمام. اوكي لف مرة حلو، مرة حلو. فايز في وقت فوق، ممكن تسرع؟ ان شاء الله يمدي. يا المحركات مرة بطيئة، من جد المحرك مرة بطيء، يخرب بيتك يمشي. يبي يزود محركات، بس اتوقع يمدينا نخلص، يمدينا نخلص هذه. شت، سكر هذا. اوكي هذا الفوز، حلو حلو حلو. باقي دقيقة، انا ما ادري ايش اللي مخليها ثقيلة، هل المحركات ضعيفة ولا هي ثقيلة؟ ما ادري. طيب فزنا، حلو حلو حلو، فزنا بدقيقة 15 ثانية. نيكست، اللي بعدها. اوكي بعدها فتحوا لنا شو اسمه،
شو اسمه هذا الطابوق، بس ما ادري هل يسبب ثقل ولا ايش يسبب. ما راح احطه، كنسل كنسل، احسه يسبب ثقل. انا سفينتي اوريدي ثقيله. خلونا نزود المحركات، خلونا نزود المحركات. ايش هذا؟ هذا اللي خليها تلف صح. اوكي معناته نستغني عن هذولين. كنسل كنسل كنسل، ناخذ هذا. طيب لو احط مثلا كذا، بس لازم تحط معاه هذولين صح. yeah. طيب هل يجي ثالث معهم؟ يمكن يزودن اللف بسرعة هذولين، ما نعرف، لكن بنشوف الحين. ممكن تركب. ليش ما هو راضي يركب؟ بليز. حلو. طيب خلونا نجرب. ودي ازود المحركات، خلونا نزود المحركات برضو. مثلا بحط هنا. انا ما ادري ما راح يجي هنا، ما راح يحركن، بس ان شاء الله يحركن. نشغل. اوكي علينا هجوم. شت. اوكي ما توقعت بيكون علينا هجوم، لكن علينا هجوم، معناته لازم نحمي نفسنا من الهجوم هذا. اتوقع يمدي، خلينا نشوف. لا 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 لا، حلو. اوكي انضربنا شوي، لكن اوكي نفس الضربة المكان اللي قبل شوي. ارجع 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 ارجع. اوكي اوكي حلو ارجع ارجع. لا 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 لا. ممكن تتعدلين. اوكي السفينة قلبت انقلبت. اوكي شت. لا كذا ما ينفع. خلاص ما ينفع كذا. ينوات دقيقة، كنسل هذولن. يا كنسل 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 هذا، كنسل هذا، خلاص صغيرة. كنسل المحركات هذه اللي فوق. اوكي اتوقع كذا صح، خلنا نشوف. نو، نحتاج يعني نحتاج هذا. نزود الوزن شوي كذا، زودنا الوزن قدام لسه. طيب نحط كذا. اوه ماي جاد صوت. دقيقة كذا صح، غرقت صح. يا اوكي المرحلة هذه مرة صعبة. كيف نحلها؟ لازم تحط يا كذا، وبعدين كذا. اوكي هل تنقلب كذا؟ لحظة بجرب. شت. المشكلة انا مرة بطيئة. دقيقة. فاز اذا السفينة اوكي السفينة تكسر ميم. انت مركب مو نفس اللي انت حاط. هل هذا؟ لا. نو. هذا يمكن. يا هذا. في حل. الحل اني اشيل هذولين. خلي بس واحد اللي بالنص. وان شاء الله يفيد. شيل هذول المحركات، ركبهن تحت. اوكي هذا ما يجي. هل كذا كافية؟ اشك، من جد اشك. اعطني وزن، ابغى وزن. لا اوكي الوزن، حط وزن هنا. اوكي حط الثالث بجنبه.
بيت الازعاج. اوكي كذا يقول كيف يعني اسكرها من فوق؟ فايز لا يبونها تكون سريعة، يبونها تكون سريعة. في حل واحد بس، اني اشيل هذول كلهن. شيل شيل هذا شيل هذا شيل هذا شيل هذا شيل هذا شيل شيل كل شيء كذا كذا تكون صغيرة وسريعة. ان شاء الله صح. نشوف. اوه شيت ممكن تمشي. اوكي ما تمشي. لحظة ايش كان السبب؟ تروح ورا. اوكي معناته يخرب بيت ازعاج، معناته حط اثقال قدام. انا ابغاه بجنبه هنا. اوكي اغرقت سفينتك. المرحلة هذه مرة صعبة، مرة صعبة. طيب لو اوكي لو احط كذا اوكي ما ادري شلون احط بصراحة، بس خلينا نشوف هل تغرق كذا. عطني من هذولن. ايوه وهنا ثانية. راح اتغرق من قدام فايز. نشوف. لا لسه من وراء. ليش؟ حط هذول. حط هذول كذا. لسه من وراء. عجي صوت الازعاج. اوكي. من وراء. يعني لازم احط مساحة. دقيقة. اوكي. هذه كذا. كذا مفروض تمام، مفروض تمام. ما ادري من قدام راح اتغرق ولا لا، خلينا نجرب. احس انها يا او شت صدق تمشي. اوكي بسرعة بسرعة بسرعة. اوكي افضل من قبل، احسها اسرع والتحكم برضو افضل، لكن ان شاء الله ما تنقلب. اوش تكسرت. طيب لمتى؟ اوكي انقلبت السفينة. انقلبت السفينة. يقول لازم تنجو 15 ثانية. طيب 15 ثانية. ايش اللي كان ناقصنا؟ اتوقع كان ناقصني السرعة. بركب بخليها طيارة وان شاء الله ما تغرق. لو اركب قدام ايش يصير؟ خلنا نجرب هذه. يا كذا مرة سريع. اوكي 15 ثانية. بسرعة بسرعة بليز بليز بليز. يا سفينتنا مرة سريعة بس ان شاء الله. حلو. اوكي كم ثانية باقي؟ كم ثانية؟ شت 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 شت. اوكي برا يوسع عادي مو مشكلة. طاح المحرك. باقي بس السواق. المشكلة ما في وقت اشوف كم باقي. طيب الفكرة حلوة، الفكرة حلوة، بس لو اركب محرك هنا ايش بيصير؟ يا اوكي اوكي ارجع ارجع ارجع. اوه شت مرة صعبة، مرة صعبة بصراحة. هلا اذا بخليها مثلا بخليها مثلا سفينة مصفحة يعني سكرها حتى من فوق اسوي زي كذا.
السبايز اتفرق كذا. ليش لا احط كذا؟ بس عشان الوزن حط هذا هنا. اوكي الوزن كذا مرة بيصير معدوم، لكن نحمي نفسنا. طيب ما ادري ايش كنت بقول لك، سكرت. بركب هنا برضو. اوريك 15 ثانية تبي ها؟ اوكي. حط هذا هنا، هنا، هنا. عشان لو يروحون المحركات اللي تحت يبقى عندنا محرك. صار صفر. ليتس جو. خلها تصير غواصة مي سفينة. ايوه شوف السرعة. اوكي. ارجع ارجع. كذا ما راح تغرق، لو تغرق مو مشكلة، عندنا أكثر من محرك. بس ما نقدر نلف صح. اوكي. تكسرت لكن اتوقع باقي في محرك. اوه شت. باقي كم محرك؟ باقي اللي قدام راح. اوكي ما في ولا محرك. لا. طيب لو اتركه هل معناته فزنا؟ اوكي. لسه ما صار شيء. اتوقع انه لسه 5 ثواني. اوكي. الفكرة حلوة، لكن نحتاج محركات أكثر. بس ما عندي محركات خلصا. يبغاني اللي يلف هذا. حطه هنا. عشان لو تنقلب السفينة. يمديك تلف. يب صار مرة صاروخ. اوكي 3 ثواني. يا خليك ارجع ارجع. اوه شت. قدم. ما تلف خلاص ما تلف. طيب يا شباب بني الحلقة هنا. اللعبة مرة صعبة. اذا عجبتك الحلقة لا تنسوا اللايك والاشتراك، وان شاء الله اشوفكم في حلقات جاية. كان معكم فايز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.